قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة التي منها سائل يسأل يقول: هل يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر؟ أقول بالله التوفيق: نعم يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر، فالجمعة قامت مقام الظهر، فلما قامت الجمعة مقام الظهر وكان جائزا أن يجمع الظهر مع العصر في السفر، فلا بأس إذن من جمع الجمعة مع العصر، ولا دليل يمنع من ذلك، والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل يمكن لمن تتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل مثل العطر والكريم السائل والشامبو التي تحتوي على الكحول، إذا كانت هذه الأشياء تسكر إذا شربت، أعني العطر، فيكون خمرا والخمر نجس عند الجمهور، إذا كانت تسمم ولا تسكر فحينئذ لا يحرم منها إلا القدر الضار، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: امرأة في الشهر الخامس من الحمل وقد حملت من البغاء والعياذ بالله، أعني من الزنا، هل يجوز لها أن تنزل الحمل وهو في الشهر الخامس؟ أقول وبالله التوفيق: لا يجوز لها ذلك، لأن النفخ قد تم في الجنين، فإذا أنزلته ستكون قتلت نفسا أيضا، فجمعت بين الزنا وبين قتل النفس، فالأولى أن تتمم حملها، بل والألزم أن تتمم حملها، وبعد ذلك يتصرف في الطفل كيف يكون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ اي نعم، تفضلي. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. ايوه الشيخ مصطفى، انا بس انا كنت عايزه اسال على شهاده الاستثمارات دي. شهاده ايه؟ البنوك. عفوا، شهاده الاستثمار. شهادات الاستثمار والعوائد الوارده منها حرام، فهي نوع من انواع الربا، أعزنا الله وإياك من الربا، بارك الله فيك. سائل يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هل له سبب نزول صحيح أم ليس له سبب نزول صحيح؟ نعم له سبب نزول صحيح الإسناد، حاصله أن أهل الإسلام كان لهم قرابات من أهل الشرك باقين على كفرهم، وكرهوا أن يعطوهم من المال، كرهوا أن يعطونهم من المال حتى يسلموا، ومنعوا إعطاءهم، فنزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي ليس المال هو الذي يهديهم
أو هو الذي يصرفهم عن الهداية منعه، إنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. هذا. والمال بلا ريب ليس بمال الزكاة، لأن مال الزكاة معلوم أنه يؤخذ من غني المسلمين يرد على فقيرهم، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز إطعام النصارى من كفارات الأيمان إذا كانوا مساكين؟ نعم، يجوز إطعام النصارى من كفارات الأيمان إذا كانوا من المساكين، ذلك لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقيد المسكين بالمسكين المسلم أو بالمسكين الغير مسلم. فالظاهر جواز إعطاء النصارى من كفارات الأيمان إذا كانوا مساكين، والله تعالى أعلى وأعلم. ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، والله أعلم. يقول أخو السائل: قمت من النوم مبكرا وأمامي الماء، ولكني إذا توضأت عفوا يقول قمت من النوم متأخرا قبيل طلوع الشمس وأمامي الماء، ولكني إذا توضأت خرج وقت الصلاة، أتيمم وأصلي أم يلزمني الوضوء؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، يلزمك الوضوء، لأن رب العزة قال: فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء موجود أمامك، ولا حائل يحول بينك وبينه، فالماء موجود، فلزمك الوضوء، وبالله التوفيق. يسأل عن الثابت من الآيات في الرقية الشرعية. أقول وبالله التوفيق: الثابت الذي وردت به نصوص ثوابت في الرقية الشرعية المعوذتان مع سورة قل هو الله أحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. وكذلك وردت الرقية بفاتحة الكتاب، فإن صحابيا رقى اللديغ الذي لدغته حية أو عقرب بفاتحة الكتاب، كان يقرأ ويجمع بزاقه في يديه ويمسح على المريض فبرئ بإذن الله. وآية الكرسي: قال الشيطان لأبي هريرة: لن يزال معك من الله حافظ إذا قرأتها، يعني ليلا، يعني عند النوم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. وكذلك الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. والبقرة كلها لمن استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت. نعم. نعم. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا لو مؤاخذة، جوزي قبلني وأنا صايمة. طيب. يعني العناء. ليس هناك مشكلة. إذا قبل الزوج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم،
فإذا كانت القبلة ليست بمتبوعة بشيء آخر كإنزال المني فلا بأس بالقبلة للصائم، بارك الله فيك. تقول السائلة: أمي أوصت بذهب الشبكة الذي لها لي بعد وفاتها، فبعد أن ماتت جئت وأخذت ذهب أمي باعتبار أنها أوصت به لي، هل صنيعي جائز أم ليس بجائز؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذا الصنيع لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية لمن له نصيب من الميراث. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بقول لحضرتك بالنسبة للصلاة، الصلاة ممكن أصلي في البيت عادي، بس لابسة يعني حضرتك بنطلون بس واسع يعني وبلوزة طويلة، ولا لازم؟ لا، إذا كان واسع يعني كلمة واسع يعني فضفاض، واسع فضفاض الصلاة جائزة، لكن إذا كان مجسم للجسم ابتعدي عن ذلك. واسع قوي يعني حضرتك، ولا يعني واسع غير مجسم للجسم يعني. يعني ممكن بنطلون غير مجسم. واسع لو واسع حضرتك. طب معلش، لو حضرتك اتوضيت على شراب وقلعته لظرف ما ورجعت لبسته تاني، اتوضى عليه تاني ولا لا؟ خلاص كده بقى لازم اغسل رجلي. الأفضل والأحوط والأبعد عن الاختلافات تغسلي رجلك إذا توضأت ثانية. طيب الأفضل، خلاص. الله يكرمك. امرأة عندها حلي من الألماس بكم كبير من المال يصل إلى 300,000، هل عليه زكاة؟ هي تتحلى به لزوجها. أقول: الألماس ليست عليه زكاة، وكل أنواع الحلي التي تتحلى بها المرأة باستثناء الذهب والفضة ليست عليها زكاة، والله أعلم. تقول: زوجها طلقها وهو سكران، هل يقع طلاقه؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، واختار من أقوالهم القول بأن طلاق السكران لا يقع، للحديث الذي حسن لشواهده: رفع القلم عن 3 أو وضع الحد عن 3 عن المجنون حتى يفيق، فالسكران أخذ حكم المجنون بجامع ذهاب العقل عنهما، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل كان يتسحر ولم يكن يدري أن الفجر أذن له، ففجأة سمع إقامة الصلاة، هل صومه صحيح؟ نعم صومه صحيح، لأنه أخطأ ومن حقه أن يأكل طول الليل، فهو تابع الأصل الذي هو له وهو الأكل طول الليل، فعلى ذلك صومه صحيح. إن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، أنا كنت عايزة أستفسر عن سؤال. والدي كان عنده جرار، وكتبه قال أما إحنا اتجوزنا أنا وإخواتي الثلاثة، قال لنا الجرار ده بتاع إخواتكم الصبيان، هو يعتبر زي جوازته، فربنا بارك فيه ما شاء الله ونماه وبقى عندهم ارض وخير كتير ما شاء الله من رزق الجرار ده، من الفلوس اللي كان بيجيب. فالبنات ليهم في الحاجات دي ولا مالهمش فيها؟ عفوا، ابوك كان جهزك وجهز اخواتك، وقال الجرار مقابل التجهيز للاولاد، والاولاد اشتغلوا على الجرار وربحوا من وراء الجرار، فاذا كان ذلك في حياة الوالد قبل ان يموت او بعد مماته.
هو ربحوا منه وهو عايش وموجود دلوقتي حاليا، القرار للأولاد. والربح منه، ما هو القرار هم اللي بيشتغلوا عليه، هم اللي يربحوا منه. الله يكرمك. يعني البنات ما لهمش أي حاجة في الربح القرار قيمته كام؟ القرار ملايين يعني، ولا 200,000 ولا 150,000؟ حدود 200,000 بس. طيب ما رضاهم منه بملايين. زوجات البنات، زوجات البنات كلفت مثل هذا. أما السعي على الجرار هو سعي الأولاد، سعي إخواتك إخوانك. ليس لكم شيء منه. جزاكم الله خيرا يا شيخ، الله يبارك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. أنا بنتي منفصلة عن جوزها بقالها 10 سنين ومعها طفل. وكان والدها هو اللي بيصرف على الطفل ده، وأهله ما كانوش بيصرفوا خالص، كانوا يعني كل شهر كانوا يدونا 150، بعد 5 سنين من المداومة قطعوها ال 150 جنيه. نعم. وزوجي ووالدها الله يرحمه كان بيصرف على حفيده اللي هو ابنها، ودلوقتي هو توفى وانا ليا زكاه مال، هل ممكن اصرف عليه ولا لا من زكاه يعني المال؟ سؤالك باختصار، هل يمكن ان تنفق المراه على حفيدها من زكاه مالها؟ أيوة. نعم يجوز ذلك. طيب يجوز. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك في عمرك وفضيلة الشيخ ويديك على المسلمين أن أحسن الجزاء إن شاء الله. وإياك والسامعين وإياك يا رب. معذرة السؤال بس ممكن يكون في تفصيل شوية، الله يبارك لك، لأن السؤال يعني اتفضل. مهم جدا بالنسبة لي. اتفضل. شراء الكلية. نعم. شراء الكلية للمريض الفشل الكلوي اللي هو يعني لا يرجى شفاءه إلا من عند الله سبحانه وتعالى، أو زرع الكلية، شراء الكلية. هذا اضطرار، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى في وجود الأهل يعني إنه ممكن حد يتبرع أو كده. أنا بقول إذا كان هناك متبرع ولا يتضرر المتبرع فحيهلك كما يقولون. وإذا كنتم مضطرين فقد سمعت الآيات، والله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جزاك الله خيرا. وإياك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وإياك. وإياك. يسأل سائل عن حكم الرموش الصناعية، هل تستخدم أم لا؟ الأولى اتقاؤها لما قد عساه أن يجعلها متشبهة بالواصلة، والواصلة التي تصل شعرا بشعر رأسها، فلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخشى على التي تركب الرموش الصناعية أن تلحق بهذه في الحكم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله عندي سؤال بس، يعني أنا ساكن في شقة ومقابلي جماعة يعني دخلهم حرام يعني، وعندهم طفل عمره 2 سنين. بيجيبوا الولد هذا عندنا في وقت دوامه في وقت شغلهم. نعم. بيجيبوا الولد الطفل هذا عندنا في الوقت اللي هم بيشتغلوا فيه. ايوه. وشغلهم حرام. شغلهم حرام. وبيعطونا مقابله هذا يعني اجر يعني. يعني حرام. يعني الان مثلا امثل، واحده رقاصه تذهب ترقص وتأتي بابنها عندك كي ترعاه وتأخذ الولد طفل عمره 2 سنين. أيوة أنا فاهم الكلام. فاهم الكلام جيدا. يعني أنا بمثل لك بمثال امرأة. نفس مظبوط كلام حضرتك. أيوة. إذا كانت امرأة مثلا ترتكب محرم، رقاصة مثلا، وستذهب للرقص وتعطيك الولد وتعطيك مقابله أجرا، أنت متعاون على بتساعده على الإثم والعدوان. لا تفعل. لا تفعل. الله يكرمك. شكرا شيخ. الله يحفظك. يقول الأخ السائل، هل تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة
أو أن نقض الضفائر عند الغسل من الجنابة ليس بواجب. الظاهر أنها لا تنقضها، لأن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فلا أزيد على أن أحثي على رأسي 3 حثيات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ سؤال، وأرجو أن يتسع صدرك لي. نعم. أختي تزوجت من رجل يعني بدون رضاها، وبعد زواجها منه اكتشفت أنه يتراضى من البنوك، يتقاضى قروض ربوية، وبعد ذلك اكتشفت أن له علاقة بنساء غيرها ويأتي بهن إلى بيته في غير وجودها، وهي الآن تريد أن تطلق منه مع العلم بأن لديها طفلين منه، فأفدنا يا شيخ بالله عليك. تفارقه، لا إثم عليها، تفارقه. جزاكم الله خير. تفارقه، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مولانا، كان في استفسار بعد اذن حضرتك. كان معانا واحد في الشغل سمع حضرتك في احدى القنوات الفضائيه بتقول ان لو الواحد معاه ذهب ومعاه مال فيجمع الذهب على المال حتى لو الذهب ما بلغش النصاب. نعم صحيح، قلت هذا. نعم يعني حتى، بس ده جنس وده جنس، مش ده جنس وده جنس. لا لا لا، لانه هو اصلا العمله الورقيه هذه لم تكن موجوده في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان الى عهد قريب كل جنيه يصدر يكون له رصيد من الذهب، فلما غلب الأمريكان جعلوا بدل الذهب الدولار، فالجنس واحد. طيب حضرتك لو ما كانش يعرف عن سنين فاتت مثلا، عفى الله عما سلف، وإن كان بالإمكان الاستدراك استدرك. لو كان بالإمكان إيه؟ أن يستدرك ما فات إذا كان معه فلوس طيبة ويقدر يزكي زكي، الله يحفظك. ولو ما سددش ما فيش مشكلة برضه، الله يغفر ويتجاوز إن شاء الله. طيب، يقول الأخ السائل: ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتيهما وعدد محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها؟ لا بأس بذلك ما دامت البنت موافقة ووليها موافق وكذلك الزوج موافق وهناك صداق، فأركان الزواج تمت والشهود موجودون، والله أعلم. يقول السائل إنه تزوج لمدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أريد أن أسأل السؤال. تفضل. عاوز أسأل. ألو. نعم. عاوز أسأل كيف مدة السؤال. ألو. نعم. عاوز أسأل إن هل يجوز الصلاة بغير الاستنجاء؟ عندي أعد السؤال، الله يحفظك. يقول: تزوجت لمدة 14 شهرا. حاضر. يقول السائل: تزوجت لمدة 14 شهرا وتمت بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة، هل يعتبر أنني دخلت بها؟ نعم هي مدخول بها. السائل كان يسأل عن أنه أخرج ريحا مثلا، كان متوضئا فأخرج ريحا وأراد أن يتوضأ مرة ثانية، هل يلزمه الاستنجاء أم أن الاستنجاء ليس بلازم من الريح؟ أقول: لا يلزمه الاستنجاء، الاستنجاء لغسل أثر النجاسة أو لمسحها بعد قضاء الحاجة،
أما إذا لم يكن هناك نجاسة ومسح المحل عفوا إذا كان أخرج ريحا فقط ومكان النجاسة نظيف فيتوضأ يصلي ولا يلزم بالاستنجاء، والله أعلم. يقول هل يجوز زواج فتاة عاقلة بالغة سنها 18 عاما من شخص معتوه عتهوه متصل وعنده تخلف عقلي بالإكراه منها بالإكراه من أهلها لها؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، والله أعلم. يقول عندنا مصاحف كثيرة أغلفتها مقطعة وأوراق كثير منها مقطعة وجاءتنا مصاحف جديدة، ماذا نصنع في المصاحف القديمة؟ هل يجوز حرقها؟ نعم يجوز حرقها، وقد حرق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وأبقى مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها. يقول الأخ السائل شخص له بجوار منزله جارة تعمل كوديا أي معلمة زار، تقيم حفلات للزار في منزلها، تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفي أوقات غير مناسبة، ويختلط في الحفلات الرجال والنساء ويشربون جميعا الخمور، وتستمر هذه الصورة 3 أيام من كل أسبوع، وفي ذلك إقلاق لراحة السكان وتعطيل للطلبة عن استذكار الدروس وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع. هذا بلا شك حرام وكبيرة من الكبائر، وعليك أن تسعى جاهدا لوقف هذا العبث وهذا الاختلاط وهذه الخمور، فبارك الله فيك. يقول إنه يعمل في تدريب الكلاب والتعامل معهم، هل هذا حرام أم حلال؟ إذا كان يعمل في تدريب الكلاب على الحراسة مثلا أو على شيء نافع فلا بأس بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فلا بأس بتدريب الجوارح والكلاب ونحو ذلك، وإذا مسه شيء من لعابها فليغسل ما أصيب من جسمه أو من ثوبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الشيخ. الحمد لله. الله يخليك. أنا كان عندي نذر، فلما قضى إن شاء الله جبت حاجة ذبحتها يعني، فهل يجوز إن أنا آكل منه أنا وأهل بيتي؟ إذا كنت نذرته للفقراء وأنت لست بفقير فلا يجوز لك الأكل منه، لكن إن كنت أطلقت النذر ولم تقيده بفقراء فلا بأس حينئذ بالأكل منه، والله أعلم. جزاك الله خير. وإياكم. يسأل هل يجوز سماع القرآن وأنا على غير طهارة؟ نعم يجوز سماع القرآن وأنت على غير طهارة، فالسماع ليس بممنوع، بل والقراءة كذلك، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ، بستفسر عن حديث رواه أبو داود عن مجيبها الباهلية عن أبيها أو عمها إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف
من عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعد سنة ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما عرفتني يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال عليه الصلاة والسلام: وما الذي غيرك؟ قال له: منذ فارقتك ما أكلت طعام إلا بليل. قال عليه الصلاة والسلام: عذبت نفسك. لا يصح الخبر، الخبر لا يصح. جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لك ممكن سؤال بس فضلت الشيخ؟ تفضل. نعم نعم. صد. السلام عليكم. بقول لحضرتك يا فضلت الشيخ، انا عندي اخويا مطلق مراته. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه. وبعد اخوك مطلق امراته وبعد ذلك؟ السلام عليكم. طيب، يقول الاخ السائل: هل يشرع اكل 3 وجبات في اليوم، او ان الذي يفعل ذلك صنيعه مذموم؟ اقول: وبالله التوفيق، لا بأس بذلك من غير إسراف، فإن الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ووجبة الإفطار ثبت أصلها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر. والغداء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والعشاء جاء الأضياف إلى رسول الله فقال لأصحابه: من يضيف أضياف رسول الله؟ فذهبوا إلى بيت أبي بكر ليعشيهم. وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل: شخص مطلق طلق زوجته آخر 3 تطليقات وهي لم تزل باقية في البيت، هل بقاؤها في البيت حرام أم حلال؟ إذا كانت في إقامتها في البيت بعيدة عن الزوج لا يراها ولا تراه ولا يمكن من الدخول عليها، جاز بقاؤها، وإلا فلا، لأنها أصبحت امرأة أجنبية، أصبحت امرأة أجنبية، فلا تحل الخلوة بها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذنك. اتفضل. ينفع بعد صلاة العشاء أصلي الوتر والشافع وفي القيام أصلي 8 ركعات؟ ده سؤال. السؤال الثاني. لحظة واحدة. اتفضل. تصلي، أعيد السؤال. بصلي صلاة العشاء، بصلي 4 و2 سنة بعديها، عاوز أصلي الشافع والوتر الـ3 مع العشاء، بعد العشاء يعني. وبعد كده أصلي 8 ركعات بالليل. لا، اجعلي آخر صلاتك وترا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. طيب. نعم. السؤال الثاني. نعم. يجوز إنما أعطي لأختي أو أخويا أو والدي أي شيء من بيتي، بس زوجي ما يعلمش؟ حاجات يعني حاجات خفيفة أو حاجات ثقيلة؟ حاجات خفيفة، طعام، جايبة له حاجة وأنا رايحة له، بس من فلوس زوجي. طيب، لماذا لا تخبري الزوج؟ لا، ما هو ما بيقولش حاجة، هو كويس جدا وساعات بيديني يعني ويقول لي روحي. إذا كانت حاجات خفيفة من مصروفي. إذا كانت أشياء يسيرة فلا بأس. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل:
هل يجوز للمخطوبة أن تخرج للخاطب بالكحل؟ نعم يجوز لها ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. ما السؤال؟ أنا كنت عايز أسألك في حاجة كده. اتفضلي. أنا كنت أنا متجوزة ابني بقالي سنتين. مراته جت قعدت معايا 50 يوم وسابتنا ومشيت. وقبل ما تمشي كانت قالت لجوزها أنا ما كنتش موافقة على الجواز اللي أنا ولا أمي. وأبويا قال لما الجوازة ما تمتش هسيب البلد وأمشي. طيب. فهو غصب عليها يعني المهم إن هي غصب عليها وخشت وجوزته وبتاع وحملت من بيتها وبتاع. فسابتنا ومشيت إيه على 50 يوم. قبل الحاجات دي الموضوع دي كان ابوها قطع القايمه عشان مراته بتقول له ايه هي حاجتهم بالفلوس دي بس مش عارف ايه فتناقش معاهم قطع القايمه فانا جبنا لهم قايمه ثانيه كتب لهم قايمه ثانيه ماشي ماشي فهو دلوقتي البت خلتنا نايمين وخدت بعضها وخرجت. طيب انا اسالك سؤال إيه؟ يا اختي اي افترضي ان البنت بنتك وانها لا ترغب في الزوج هل من حقك إجبارها على البقاء مع زوج لا تحبه؟ طب ما هي بقى أبوها اللي عمل فيها كده. طيب أبوها وأنتوا عرفتم هذا وابنك عرف هذا بعد ما خشت يا شيخ بعد ما خشت. على كل حال الأب مخطئ والبنت أجبرت وهي كارهة للزوج فهذه قضية تخارج يعني أنتوا لو عندكم يعني عندكم شهامة خلاص صرحوها بالمعروف سرحوها بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال الله تعالى ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو مسلم وقع في هذا الذنب وادعى أنه إله هل له توبة ولا أغلق الباب؟ أو باب التوبة مفتوح. جزاك الله باب بخير. التوبة مفتوح. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة وهدى ورحمة. اللهم أمين. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشف ذلك أحد سواه وأنه سبحانه وتعالى ليس بثالث ثلاثة والمسيح ما هو إلا عبد لله عبد ورسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة لكن ليس بإله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم والاستغفار المتواصل والدعاء لعل الله أن يصلح البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.